ازيك؟ الحمد لله. وانا داخل شفتك بترسمي على الترابيزه. انت بتعرفي ترسمي؟ كنت عم حاول ارسم قدام البيت عندنا بالضيعه. امي قاعده عم تطرز لي جهازي. حواليها كله شتلات بتكون هي زرعتهم، زهور وحبق. بزرعهم بمجامع مصدية صار لها سنين عنا، مجامع حليب ومجامع زيت وسمنة، بس كان يبقى الورد ريحته بتجنن تاخد العقل. سبحان الله، تخيلي وانا جاي في السكة عمال اقول لنفسي البنت دي موهوبة جدا. تعرفي تتخيلي كويس قوي وخيالك واسع، وتعرفي تصفي الاشياء بطريقة جميلة. دي على فكرة موهبة نادرة. هذا أول مرة حدا بيقول لي عندي هالموهبة الغريبة عجيبة. طبعا، بس على فكرة بالرغم إن احنا ما تقابلناش كتير قبل كده، بس كل مرة بشوفك بكتشف فيكي حاجة جديدة. اكتشفت مثلا إن انتي بتعرفي توصفي الأشياء بدقة متناهية، وإنك بتعرفي تتكلمي عن الناس بطريقة أنا عمري في حياتي ما سمعتها. حتى الفقر بتكمليه، وحتى العذاب بتدوري جواه على نور وبيحتملي. صدقني أنا مش عم خبرك إلا الحقيقة، مش عم خبرك إلا اللي عم حس فيه. أنت طلبت مني إني أخبرك كل التفاصيل، أدق التفاصيل عن حياتي. أنا مش عم خبرك إلا اللي عم حسه وبس. أنا عم خبرك تفاصيل حياتي اللي حضرتك طلبت إنك تسمعها مني. ما بعرف ليه حضرتك هالقد حابب تفوت بتفاصيل حياتي، بس صدقني على قلبي مثل العسل. انا بعرف انك مصدقني بكل شيء عم بقوله. صدقني بس حضرتك توصل لهون حالي مرتاحه كتير. انا كمان بستنى مع زيارتي ليكي. انتي انتي عارفه انك مش شبه كل البنات اللي موجودين هنا. يمكن هم مظلومين زيك، لكن مفيش ولا حد فيهم عنده الموهبه الفنيه بتاعتك. فنانه؟ انا بحياتي تعلمت شيء خاصه بالفن. اساسا انا تركت المدرسه وانا صغيره. الفن مش علم ولا دراسه، الفن ده هبه من عند ربنا. لك رح اقدر اثبت براءتي. محدش بيسال كامل رشوان السؤال ده ابدا. انا ما باخدش اي قضيه في الدنيا دي كلها غير لما اكون متاكد 100% اني هكسبها. يعني شكلك معود على الربح من زمان. انا اتصلت بالنمر اللي انت اديتيها لي، بس ما حدش رد عليا. لكن اوعدك ان النهارده بالليل هتصل بوالدتك واخوكي وخطيبك وهطمنك عليهم كلهم ان شاء الله. يا ريت. وقول لهم انه ما حدا يجي لهون. انا ان الله راد اول ما بظهر من هون رح سافر لعندهم. حاضر. انت اطيب انسان شفته بحياتي. Thank you.
فدى مرتك اللي مسافره اليوم؟ هتوحشيني قوي كده. تسيبيني تاني وتسافري؟ حسابك في البنك بيروت علشان لو البنات عايزوا حاجة. انت يعني ايمتى اثرت على البنات بالمصاري؟ انت ما اثر عليهم بشي تاني. هتوحشيني. لولا مالك؟ انا متأكد ان في حاجة انت عايزة تقولي. ما بعرف هيك شهر العسل ما كنت معي، ما حسيتك معي ابدا. شي كان شغلك بالك شو؟ تعرف انك انت فكرتيني بايام زمان لما كنت بتغيبي عليا. خلاص هتوحشيني قوي قوي. يا سيدي يا سيدي يا حنين، يا سلام على الرومانسيه دي. ايه ده؟ وايه يا اخواتي البنات الحلوه دي؟ ها خلاص يا صبيتي كويس من حياتك قبل ما تسافر. حلوه دي. هي ماما تيجي تودع امها؟ مش معقول طبعا. ايه اكيد. انا مين ناطره ببيروت؟ حبيبه قلبي يوم الخميس الجاي هتلاقيني عندك في البيت. عايزك بقى ايه؟ تعمل لنا اكل لبناني من الحلو بتاعك ده. ها؟ شي كبه، شي تبولي، شي هبولي، يعني اي حاجه. تكرم عينك يا قلبي. يلا. هتوحشوني قوي قوي. وانت كمان، وهنجيلك في اقرب فرصه. اديني التليفون فهد. الو نعم، ممكن اتكلم مع استاذ وليد؟ عم يحكي يا مور. حضرتك خطيب الانسه ريم مش كده؟ انا كنت عارف طالما الاتصال من مصر يعني من يلي ما بتتسمع، مشان هيك بقت عم رد. ايوه بس انت لازم تسمعني، انت لازم تيجي مصر دلوقتي حالا عشان تقف جنب خطيبتك في محنتها. ريم مش خطيبتي بقى، ما بدي اعرف عنها شيء. وبتقلى لريم وليد نسي وجهك نهائيا، ما حدا يتصل فيي لهون ويطمني عنها، ما بعرفها. حتى لو قلت لك ان ريم مظلومه وبريئه؟ حتى لو طلعت اشرف انسانه بالدنيا، بتقلى لهيدي اللي شو اسمها اذا بشوفها بدي اقتلها، فاهم؟ Thank you.